يقول بأنه يرغب في أداء العمرة ولكن لا يستطيع لبس الإحرام لأنه معاق ومشلول. فضيلة الشيخ أرجو الفتوى، هل أستطيع العمرة بثيابي وهل علي كفارة؟ نعم، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام فإنه يلبس ما يقدر عليه من اللباس الآخر، وعليه عند أهل العلم إما أن يذبح شاة يفرقها على الفقراء، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم 3 أيام، هكذا قال أهل العلم قياسا على ما جاء في حلق شعر الرأس، حيث قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.